مساكم الله بالخير. تخيل نفسك في أفخم غرفة فندقية تقدر تطلب فيها أي أكل تبي، لكن الغرفة زجاجية ومحطوطة في نص السوق، في سوق مزدحم والناس تشوفك وانت تمارس حياتك بالغرفة. هل تحس ان هذا طبيعي ولا لا؟ هل راح تشعر بارتياح؟ يعني الناس تشوفك وانت تمارس حياتك العادية، وانت تطلع من غرفة النوم، وانت تاكل، وانت منسدح طالع تلفزيون، وانت تمارس اي شيء بحياتك، وانت حتى منسدح بفراشك، وانت لابس لبس النوم، لبس البيت، ايا كان. هذا الوضع يشبه وضع البعض مع وسائل التواصل الاجتماعي. يصورون كل شيء بحياتهم، يصورون وهم يأكلون، وهم يشربون، وهم بلبس البيت، بلبس النوم، بلبس، وهم منسدحين على الفراش، على الغنفة، على أي مكان. ما في أي حدود لتصويرهم. تخيلوا نرجع وراء شوي، أو نروح بعيد، نرجع وراء بالزمن ونروح بعيد بالمنطقة الجغرافية. في أفريقيا في ناس يعيشون حياتهم، يعني لبسهم شبه عرات، أو خلينا نقول نص عرات، يعني نص العلوي عاري. وكذلك في غابات الأمازون، ويمكن في آسيا بعد، يعيشون ناس شبه عراه أو نص عراه، حياتهم العادية الطبيعية هذه. لكن وقت الخصوصية يعيشون داخل بيوت. حتى الفقير، وحتى الفقير والمشرد واللي ما عنده شيء، أول شيء يفكر بالمأوى، أول شيء يحط له كرتون يسترى، يعزل خصوصيته عن الناس. هذا اللي عايش نص عاري يحتاج وقت معين عشان يعيش داخل بيت، سواء حصير ولا من خشب ولا من أغصان الشجر ولا من أوراق الشجر ولا بيت فوق الشجر ولا بيت طين ولا كهف ولا أي كان. المهم كل البشرية تعيش ببيت يسترى جدران أو يسترى حاجز يحجب الرؤية، سواء كان جدار أو قماش أو خشب أو أي كان. المهم أنه يحجز الرؤية. هذا يدل على أن هذا التصرف من فطرة البشر اللي الله فطر الناس عليها. إذن كشفك لما هو داخل بيتك وكسرك لهذا الساتر مخالف للفطرة البشرية. الحين ما أنا قايل لك عيب ولا حرام ولا أيا كان من هذه الأمور، ولا أن هذا من خوارم المروءة، ولا ما يليق، ولا أي شيء. أنا الحين قاعد أقول لك هذا يتصادم أو يتنافى مع الفطرة البشرية اللي الله فطر الناس عليها من يوم خلق الله آدم إلى اليوم. والناس تحتاج ساتر تعيش فيه، تعزل جزء من حياتها عن مرأة الناس. اللي قاعد يحصل اليوم أنهم كسروا هذا العازل وخلوا الناس تشوفهم في كل أحوالهم. أنا الحين قاعد أتكلم عن الناس العاديين، ما أتكلم عن اللي يصور نفسه مع زوجته أو يصور نفسه مع هذا. بعد يعني أخلاقيا هذا أدنى من أن نتكلم عنه أو نشير له أو نخصص له جزء من الموضوع، لأن مستوى أخلاقي متدني الله لا يبلانه. أنا أتكلم عن البشر اللي الله ابتلاهم وصاروا ما يحسون بهذا التصرف، صاروا يصورون كل تفاصيل حياتهم. ما أتكلم عن المشاهير، أتكلم عن الجميع اللي يصورون كل شيء. فكروا بهالشيء وتأملوا أن لازم يكون في حاجز أو عازل يعزل بصر الناس عن حياتك الخاصة، وليش الله خلق هذا كفطرة بالإنسان من خلق الله آدم إلى يومنا هذا. مهما كانت ديانته، مهما كانت أخلاقه، مهما كانت قيمه، مهما كان زمن اللي يعيش فيه، لازم يعيش ببيت، ومواصفات هذا البيت سواء كوخ، كهف، خيمة،
كوخ، كهف، خيمة، بيت، قصر، غرفة، أيا كان، كل هذيل يجمعهم صفة واحدة، وهي مكان ينعزل فيه الإنسان عن مرأة الناس، عن عين الناس وعن نظر الناس. إذن هذه هي الفطرة، لا تكسرون فطرة أو الفطرة البشرية وتصرفون تصرفات بعيدة كل البعد، ما نقايل عن الأخلاق ولا المروءة ولا كل هذا، يمكن أنتم تختلفون معاي، أقول بعيدة عن الفطرة بالأدلة اللي ذكرتها لكم.